وفي كلام كتير عن الكوكب التاسع في مجموعتنا الشمسية والمعروف بالكوكب المفقود. من يومين كان في دراسة منشورة عن البحث عن الكوكب التاسع أو كوكب أكس، هو كوكب افتراضي من المحتمل أن يدور في الأطراف الخارجية للنظام الشمسي ويتجاوز مدار كوكب بلوتو. ايه حكايه جمانة الكوكب المفقود او الكوكب التاسع او كوكب اكس زي ما انت قلتي؟ هنعرف تفاصيل اكتر من دكتور اسامه شلبيه، عميد كليه الملاحه وتكنولوجيا الفضاء بجامعه بني سويف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك استاذ محمد، صباح الخير عليك استاذه جمانة. اهلا وسهلا. ايه قصه المشاهدين؟ صباح الفل على حضرتك. ايه قصه بقى الكوكب المفقود او الكوكب التاسع؟ هو دايما احنا بنقول ان المجموعه الشمسيه هي عباره عن الشمس وفيها الكواكب والكويكبات والنيازك والمذنبات. الرصد لحركه هذه الكواكب بيتم بشكل دوري بحيث ان احنا بنشوف في علامات معينه عن تغير في هذا المسار او بنسميه الاقلاق في المدارات. فبنتأكد ان هناك كتلة ما موجودة بتسبب هذا التأثير للإقلاق في المدار للكواكب اللي موجودة عندنا في المجموعة الشمسية. ازاي نتأكد من ده؟ بالأرصاد. دايما التلسكوبات بتحاول ترصد هذه الأجسام خارج المجموعة الشمسية، وبالفعل هناك أرصاد بمراصد حديثة وتقنيات وتكنولوجيات عالية جدا حاليا بتؤكد أن هناك كوكب موجود خارج المجموعة الشمسية، ممكن أن يكون جزء من المجموعة الشمسية. هذه الكواكب هي بنسموها كوكب إكس أو الكوكب المفقود، لكن للآن لا زالت الأرصاد ولا زالت الأبحاث جارية من أجل التأكيد على وجود هذا الكوكب ومداره، تحديد المدار، كتلته، وهكذا كل الخواص الفيزيائية والديناميكية لهذا الكوكب. طيب دكتور أسامة، حضرتك خلال حديثك يعني تحدثت عن علامات عن وجود هذا الكوكب، الكوكب التاسع أو الكوكب المفقود أو كوكب إكس، إيه هي هذه العلامات يا فندم؟ زي ما وضحت لحضرتك، العلامات الأساسية هي عندما يكون هناك إقلاق لمدارات لكواكب موجودة بالفعل. إقلاق يعني بمعنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم بلغة بسيطة المشاهدين حتى يقدروا يقربوا من الفكرة أكتر. أشرحها لحضرتك. لما يكون أنا في مدار معين معروف، بعد فترة بلاقي الكوكب اللي موجود ومعروف زي بلوتو زي نبتون موجودين، بلاقي مدارهم بيتغير، بيحصل له تغيير بسيط، بمعنى ان في حاجة بتأثر على هذا المسار وتخليه يتغير بهذا الشكل. ايه هي الكتلة دي؟ ايه هي المادة دي؟ العلماء بيدرسوا كل التغيرات دي على فترات طويلة من الزمن، بيتأكد أن هناك كتلة ما تؤثر على هذا الكوكب الموجود المشاهد بالفعل وتغير من شكل مداره. جميل. طب دكتور أسامة، عايز أسأل حضرتك، هل تتوقع أنه الباحثين ينجحوا في تحديد موقع الكوكب التاسع؟ وهل في استخدام لتقنيات جديدة علمية أو أنواع من التلسكوبات ممكن تساعدنا في معرفة مكانه تحديدا؟ بالضبط كده، هو ده اللي العلماء بيشتغلوا عليه في مراصد في شيلي على أعلى مستوى حاليا، بتتابع هذا الكوكب حتى تتأكد من المسار اللي موجود فيه، وبالتالي نقدر نعمل ما يعرف بالرصد الحقيقي لهذا الكوكب، وبالتالي الإعلان عن كل تفاصيله. لكن حتى الآن ما زال البحث جاريا للتأكيد. هناك شكوك كبيرة وهناك أبحاث يعني خرجت، أبحاث علمية في مجلات علمية
خرجت تؤكد وجود كوكب بهذا الشكل. لكن رصده و كإيمج كصورة نستطيع أن ننشرها للعالم، ما زال هذا الإجراء أو هذه الأرصاد تحت القيد والدراسة. طيب دكتور، كان في كلام منتشر على سوشيال ميديا متعلق بهذه الدراسة أو بهذا البحث، فكرة أنه هذا الكوكب التاسع سيساهم في أحداث مدمرة بالأرض، مدى صحة هذا الكلام يا فندم؟ ده غير صحيح، لأن لو حضرتك بتتكلمي عن الكوكب التاسع ده غير صحيح تماما. لو بتتكلمي أستاذة جمانة عن الكويكب، وبالتالي نقدر ننقل هنا على موضوع الكويكبات، وهو يعني جسم كبير لا يرقى إلى أنها يكون كوكب، ولكنه يدور في حزام ما بين الكواكب الداخلية، مجموعة الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية. هذا الكواكب اسمه يعني FT3 2007. ده كواكب موجود من 16 سنة تم الكشف عنه وتحديد اقترابه من الأرض بحوالي 50 مليون كيلومتر، وبالتالي أصبح من الأجسام التي قد تسبب مخاطر على الأرض. ومن هنا العالم بيقول لا، ده ممكن يرتطم بالأرض ويسبب لنا دمار للحياة على الأرض، زي ما كان في كويكب من 66 مليون سنة. صحيح. نزل الأرض وعمل دمار وفناء للديناصورات إلى آخره. لكن يعني المتابعة لهذا الكويكب طبعا مستمرة. جميل. وكل الأجسام اللي موجودة أو بتقترب من الأرض دايما لها حسابات بنسميها حساب المدارات أو الحسابات الفلكية على الاقتراب ده. لما بيوصل لمسافة زي ما بنقول 50 مليون كيلومتر من الأرض بيبقى اسمه اقتراب موثوق به. جميل. ولابد أن إحنا نتتبع الكويكب ده بشكل أكبر. جميل. وبالتالي الخبراء عن المشروع الكبير اللي هو الدفاع الكوكبي زي ما بنقول، أو الدفاع عن الحياة على الأرض عندما تقترب منها مثل هذه الكويكبات. جميل. نعم. إذن يعني يا دكتور، وجود كوكب أكس أو كوكب التاسع هو يعني ما فيش أي تخوف أنه ممكن يسبب أحداث مدمرة بالأرض، ولكن صحيح. فكرة وجود الكويكبات زي ما حضرتك تحدثت. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أسامة الشربية عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، شكرا جزيلا لحضرتك. لسه البحث مستمر يا جمانة، زي ما قال لنا دكتور أسامة عن الكوكب المفقود أو الكوكب التاسع، وده هيمثل طبعا إضافة علمية مهمة جدا.